أحبائي أهلا وسهلا فيكم اليوم بطبق كتير حلو وعزيز على قلبي، كتير بحبه. هيك بس روح على مناطق فيها أشخاص من الهند بيجي على بالي أكيد التندوري. ما تتصوروا أبدا هالنوع من الدجاج، أو هلأ صاروا كمان بيعملوا أنواع من اللحمة مع بهارات كمان التندوري، على القليل اللي بعرفه أنا. تعلمنا كيف بنعمل بهارات التندوري، تعلمنا كيف كمان ننقع الدجاج بطريقة كتير حلوة، وهني بيستعملوا الملون الأحمر والملون الأصفر. شيف شادي قال شلنا الملونات شوي على جنب، وشو عملت؟ استعملنا رب البندورة مع شوية طماطم، يعني حولنا لون الدجاج إلى أحمر بس مش بالملون الأحمر. مش نفس الشيء بس نفس الطعم، انا بقوله اطيب كمان. البهارات كمان مكتوبين قدامكم، فيكم تكتبون قدامكم تحفظون عن غايب تحضرون، اوكي. وشو فينا نعمل شغله كمان كتير حلوه، انه نحطهم بالخزانه عنا لهالبهارات ونكتب عليهم بهارات التندوري. هلا شو فينا نعمل؟ رح نبلش اول شيء تكفي. شويت كمان الدجاج من بعد ما نقعته بالنقعة الموجودة قدامكم، تطحنوا كل الاشياء، تخلطوا اللبن مع البندورة مع كل الاشياء الموجودة قدامكم، تنقعوا الدجاج لمدة ساعتين ثلاثة على القليلة، وبعدين منشوي أو بالفرن أو منشوي بقلب المقلي أو بالتندور، يعني التنور، أو بقلب الفرن أو على الغاز أو على الكربون أو محل ما بدكم، مهم أنه نشوي هالقطعة الدجاج المنقوعة ببهارات التندوري وصلصة الطماطم. شو رح أعمل أنا هلأ؟ رح أقطع شوي صغيري كمان من الزعتر، لأني عم بسلق شوية بطاطا مع كمان شوي صغيري من الجزر. رح أحط معهم شوي صغيري من الزعتر يلي بيلبق كتير على أو مع الدجاج التندوري. لقوا كمان الدجاج كيف صار، طلعوا شو حلوين. ومرجع بعيد، انا اليوم عندي الدجاج المسحب بهالطريقه الحلوه. نجي كمان نبرمون، طلعوا شو حلوين كمان بهالطريقه، طلعوا كمان شكلهم شو حلو، واو كثير حلوين. رح ضيف عليهم انا نتفه صغيره هلا من المرقه، فهيك اعمل لهم صوص نتفه صغيره، ورح ضيف اكثر واكثر من بهارات الجرام مسالا اللي نحن محضرينهم. وبرجع بعيد اللي مكتوبين قدامكم، طلعوا شو حلوين. كمان من هالبقدونس المفروم ومن الثوم. رح اخذ انا هلا سكين، رح اخذ هالتوميت، رح اقطعهم شرائح، وحصين من الثوم رح احطهم بهالطريقه. طلع الروائح، يا ريتكم معي هون بالاستوديو كنتوا شميتوا الروائح الطيبه. اللي راح اعمله انا هلا، راح انطر دقيقتين بيكون صار عندي الدجاج التندوري بالجرام مسالا بيبرز او ببهارات الجرام مسالا والبطاطا مع الجزر صاروا جاهزين. دقيقتين على القد. وهالدجاج التندوري مع البهارات الجرام مسالا يعني شغلة كبيرة. صحيح هالبهارات اوعى ما تحضرون وتكتبوا عليهم شيف شادي 10/10. الخضرة جاهزين، البطاطا والجزر والبندورة بقلب الصحن. ما قلنا إلا نقدم وننتقل نحن مع التندوري إلى الطبق، ومنبلش نحن بالطريقة. طلعوا كيف حلوين، ونحطهم تياخذوا هيك كمان الشكل الحلو. طلعوا كيف هون كمان فينا كمان نشتغل بالسفينه بكمان الفخذ بهالطريقه الحلوه. وعندي شوي صغيره من هال، خلينا نقول هالجو، هالصلصة مع هالتومات الحلوين، منحطهم على وجهن بهيدي الميل هيك.
ولا أجمل من هيك مع شوي صغيرة من البهارات الجرام مسالا. مع الجرام مسالا مع كمان طبق هندي بامتياز. بشكركم على المتابعة وألف صحتين.